ايوه والله هلكني هذا العمى، ما خلانا غنيه ما غنيناه وبعضه بالحمام. Je suis marade, je suis marade. ما راح نخلص؟ من شو ما راح نخلص؟ يا خي ما راح نخلص، انت وتغني غلط؟ ليه عم غني غلط؟ شو je suis marade؟ Je suis marade يعني بقولوا je suis malade. شو معنات malade؟ مريض. ايه شو بتقول انت، مريض ولا مريض؟ مريض. ايه مراد يعني. بدك غير اللغة كلها انت. ما بدي غير اللغة، هي هي مكتوبة هيك، منو كاتب الشعر من عنده. طيب يلا بدك نمشي هلا ولا بعد ما بدي امشي لمحل هلا، ما شايفنا؟ انا من كويتي منزوع، شو القصة؟ شو انت على فكرة ليش مراد؟ انا قرفان حياتي الان. ليه؟ قرفان. بروتين 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 بروتين، شي 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 بيدوخ. ليه شو خاص يعني؟ ليه بي شي بيدوخ يعني؟ موتني البروتين عادي. وقف لحمة. لا شو خص اللحمة؟ وقف لحمة، انك انت حكيت. ما انت عم تقول بروتين. البروتين يعني هو هذا الشيء اللي كل يوم مثل الثاني نفس بروتين؟ الشيء. شو هو؟ روتين. شو قلت اني طيب؟ قلت بروتين. اتركني هلا. ليه؟ ليه فايت بالبروتين؟ لانه زعلان على سميح. شو بيه سميح؟ معه فيزوفرينيا طلع. عفوا؟ فيزوفرينيا؟ شو فيزوفرينيا؟ يعني هاي الانفصال بالشخصية. واقف واقف. خلينا وحدة وحدة. طيب تفضل. شو وحده وحده؟ شو الفيزوفرينيا؟ فيزوفرينيا هذا المرض اللي بيصيبوه، بيصير معه الواحد انفصال بشخصيته. كمان بالعربي عم تغلبط. شو هي؟ تفضل. بيقولوا لها سكيزوفرينيا. شو هي؟ سكيزوفرينيا. يا لطيف، مين بده يحفظ هالكلمه؟ بقولها بالعربي. لا ما كلمه هالطول. بس حتى بالعربي عم تغلبط. ما بقولوا انفصال عباس. انفصال بالشخصيه. انفصام. لا انفصال، ما بتنفصل شخصيه عن شخصيه تانية. شو بدك؟ بصير عنده شخصيتين. لو شو انت ما عم بفهم شو بدك هلا؟ انا ليك كنت عنده، لما كنت عنده من جمعتين حاسس عليه. ليه؟ عامل بالبيت سراوند سيستر عنده ونازل بهالموسيقى عادل. شو سراوند سيستر عباس؟ اللي مركب سب هوفر. لا واقف واقف واقف. اول شيء سراوند سيستم بيقولوا سراوند سيستر. طبعا سيستم. شو سيستر؟ اخت. بلكي اخته جايبت له اياه. طيب شو هالمشكله؟ لا لا كثير بركعيني هون. لا ما بدي كعيك. طب حاط موسيقى بالبيت وكذا، شو السب هوفر؟ سب هوفر. شو السب هوفر؟ هذول السب هوفر اللي بيركبون بيصير سب هوفر. سب هوفر اسمه. سب هوفر. قديه الهوفر بتكون قوية، بيكون الصوت اعلى منها بشكل. خلصنا بقى. انت خلصنا بقى. شو خص الموسيقى طيب هلا؟ لكن ضرب الزلمه، ما حاطينه على البلانك ليست. عم يعمل حركات صار لحظه لحظه هشي فشي. شو بلانك ليست عباس؟ اللي حاطين له بعادل. مين حاطه على البلانك ليست؟ انت ليه ما بتتعلم بالانجليزي؟ ليه ما بتتعلم انجليزي؟ رح تجنني. شو مين حاطه على البلانك ليست؟ الانترفون. بس لا كثير هالقد. لا شو كثير؟ شو الانترفون؟ الانترفون حط له اسمه على البلانك ليست. شو الانترفون؟ الانترفون يعني البوليس الدولي. انتربول. اسمه انترفون. انتربول. الانترفون ما بيتلفنوا لبعضهم. وإذا بيتلفنوا بعدين شو بلانك ليست؟ حاطين له اسمه على الليست السوداء. اللائحة السوداء؟ ايه. بلانك ليست. بلانك ليست اسمه. اسمه بلانك ليست. رح تجنني، ما تجنني تخرب لي الدنيا. مع انه اهله اوادي ما. شو قصة اهله؟ يعني. اهله كثير اوبن مايكل. يعني لا اي ليه عم تضحك؟ شو اوبن مايكل؟ ليه عقله منفتح؟ اوبن مايكل معروفة. اوبن مايندد جماعة. شو هي؟ اوبن مايندد. المهم لا بيضغطوا عليه ولا شيء. طيب وليش عم بيصير معه هيك؟ يا خي شو بعرفني؟ من وقت اللي حطوا له اسمه، مع انه اشتغل شغل كبير هون. ها شو عامل هون؟ عامل هون بادي بيلدينج مهم جدا. شو زبط جسمه يعني وكذا؟ زبط جسمه؟ شو؟ عمل بادي بيلدينج، صار يعمر. شو بدي عمر؟ عمر بنايات. بنايات عم بيعمر بنايات؟ ايه بيعمر بنايات. ما اسمها بادي بيلدينج. لا ايه شو اسمها لك؟ عم تحكي جد؟ شو عم تحكي؟ وكل طول هلا بده يطلع فيه. واقف واقف. طول طول طول. شو الطول؟ مناشيف؟ مناشيف؟ ليه طول برج؟ شو اسمه هذا؟ طور. ليه هذا بيكون انت بتقول ليش انت بتقول طوير ولا طويل؟ طويل. ايه طويل طول، ما بيكون طويل هذا. كلها سناتر بده. واقف واقف. كل اربع سناتر مع بعضهم بده يعمل. شو سناتر؟ ليه سنتر؟ ما سمع بالسنتر؟ سنتر. شو اسمه؟ سنتر. سنتر ايه هذا هو جمعه سناتر. سناتر حط لها اس اذا بدك بتصير بالبرورر. شو اسمها؟ واقف خلاص بقى. بدنا ناكل ولا ما بدنا ناكل؟ بدك تاكل هون ولا بقى؟ لا هون بناكل. قاعد بوضه انت. طب لحظه شو بدك تاكل اطلب لك؟ فاتوتشيني. بحب الطلياني. ما تقول لي ما في. فاتوتشيني. 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 هذا فاتوتشيني هذا بالتليان المهد مثل نوع من انواع ماكرون اسمه فاتوتشيني. انا بدي فاتوتشيني يا خي. شو يعني؟ فتوش بس بالتليان. اومبا. لك انت اومبا. اومبا. ما راح اخ تخيلك. لا ما تجن ما تجني عادي ما تجن.